مرحبا بطلابي. آخر نوع من أنواع الأنسجة الحيوانية وصلنا له العصبي نيرفس تيشو. الأهداف اللي بدنا نتناولها هي خصائص هذا النسيج، أنواع الخلايا اللي بتكونه وتركيبها. جاهزين؟ يلا. مثال على هاي الخلايا، خلايا اسمها خلايا إشوان. تخيلوا إنه في شوكي إجت ولمست إيدي، غزت فيي. مين المستقبلات الحسية اللي موجودة هون؟ الجلد، صح؟ كانت العضلة هي اللي استجابت للألم وتحركت. كيف يا ترى هذا العصبون أو الخلية العصبية شكله؟ إيش تركيبه؟ من إيش بتكون؟ ألاقي في عندي تركيب، هذا التركيب كله بطلق عليه اسم جسم الخلية. محور عبارة عن امتداد سايتوبلازم، يعني ممتد من السايتوبلازم تبع الخلية. آخر إشي من اسمها نهايات، شكله عندي جسم الإنسان والحيوانات بشكل عام.